للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من أوسلو الأستاذ داوود البصري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين أستاذ داوود. بداية، رئيس الجمهورية برهم صالح جدد التأكيد للسفير الإيراني في العراق رفضه أن يكون العراق منطلق لإيذاء جيرانه إيران المقصد، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ يعني هذه التصريحات اللي تحاول أن تمسك العصا من النصف، هذه أعتقد تصريحات فاشلة، لأن من المعروف أن النخبة الحاكمة في العراق هي نخبة مرتبطة أساسا بالنظام الإيراني، وحتى من يسمى رئيس الجمهورية برهم صالح لم يأتي إلى نتيجة لتوافقات إيرانية أمريكية، هذه الحقيقة علينا أن نعرفها. أما عندما يحاولون أن يلعبون دور حمام السلام بين الأمريكان وبين الإيرانيين فهذه مسألة أكبر من قدرتهم، لأنهم أساسا لم ينصبوا في هذه المناصب إلا بتوافق بين الإدارتين الأمريكية والإيرانية، وهذه حقيقة. لذلك لا معنى لأي كلام يقوله برهم صالح اللي هو مجرد رئيس بروتوكولي، لا يعبر، لا ينطلق من منطق قوة ولا يعبر عن موقف استقلالي حقيقي، لأنه أصلا هو في الموقف في الموقع الإيراني، إضافة إلى التوافقات الأمريكية والبريطانية. فالقضية عجيبة، يعني قضية غريبة، عندما يتعهد للسفارة الإيرانية، والسفارة الإيرانية بحد ذاتها هي وكر إرهابي، والسفير الإيراني الجدي هو أساسا عضو قيادي في الحرس الثوري، يعني ضابط كبير في الحرس الثوري. معنى هذا أنه المقاطعة الأمريكية أو أو أو, أو الحصار الأمريكي أو الموقف الأمريكي المناهض ينبغي أن يشمل حتى أول ما يشمل السفارة الإيرانية، باعتبارها وكر إرهابي من أوكار الحرس الثوري. هنا سؤال، يعني هل أمريكا إذا أرادت أن تقوم بشيء ضد إيران هل ستنتظر برهم صالح حتى يعطيها تصريحات؟ أمريكا لا تحترم بكل التشكيل القانوني العراق، لو أرادت أن تنفذ سياسة فعلية غير سياسة المماحكات وسياسة الابتزاز وسياسة اللعب على الحبال وسياسة ابتزاز مواقف أو أموال بعض دول المنطقة، أمريكا لو أرادت أن تقرر شيئا فتقرره في لحظتها، وأمريكا ومخابراتها تعلم علم اليقين بأن كل الوضع القائم في العراق ما هو إلا وضع إيراني ومن إنتاجه وصناعته وإخراجه ورعايته وحمايته أيضا. نعم. يعني أمام هذه الدعوات إلى خروج القوات الأمريكية من العراق، حكومة عبد المهدي، يعني برأيك لماذا لا تطلب من الميليشيات الإيرانية والقادة الإيرانيين أيضا الخروج من العراق؟ كيف يخرجون وهم أساسا أصحاب مشروع؟ هم أساسا أصحاب إلحاق العراق بولاية الفقيه، أساسا يهدفون لوحدة، وحدة عقائدية طائفية بين العراق وإيران. كل مشروع الإيراني الآن متركز على العراق، نجاح المشروع الإيراني في المنطقة يعتمد على العراق، انحسار المشروع الإيراني على العراق معناها نهاية للمشروع الإيراني ونهاية حتى للنظام الإيراني من الداخل. كل الحصار المفروض على إيران، النظام الإيراني يحاول أن يفشل أو يحاول أن يخترق من خلال البوابة العراقية، البوابة العراقية بوابة استراتيجية وبوابة حياة أو موت بالنسبة للنظام الإيراني. لذلك أي كلام خارج هذا المنطق هو كلام غير سليم. المعركة الحقيقية لإيران هي في العراق ولن تتخلى عن العراق، ولو كان الأمريكان جادين فإن أرض العراق هي المعركة الحقيقية للنظام الإيراني، فيها البداية وفيها النهاية. نعم، إذا كانت واشنطن جادة فعليا في الحد من النفوذ الإيراني في العراق، إذا كيف من الممكن سمحت الإدارة الأمريكية بوصول حكومة ورئاسة ونواب موالين لإيران إلى سدة الحكم؟ في تقدير الإدارة الأمريكية غير جادة. طبعا لا نستطيع أن نقارن إدارة إدارة أوباما وإدارة ترامب الحالية، طبعا هناك اختلاف في السياسات، لكن على المدى الاستراتيجي لا أعتقد أن هنالك نوايا أمريكية حقيقية بتقليل مظافر إيران أو بإنهاء إيران من المنطقة. القضية مرتبطة بأجندات أخرى، أجندات أخرى، أجندات اللي علاقة باستنزاف المنطقة، اللي علاقة بأموال، اللي علاقة بمشاريع ومصالح، لكن لا أعتقد الأمريكان يريدون المواجهة الحقيقية مع إيران في العراق، لأنهم لو أرادوا فالطريق إلى ذلك معروف، وهو تهديم النظام القائم في العراق حاليا اللي هو نظام إيراني قلبا وقالبا. نعم. من البرلمان الى رئيس الجمهوريه الى الوزاره الى كل مناحي الحياه. نعم، امريكا قامت بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظمه ارهابيه. يعني هل من الممكن ان يتغير شيء في نفوذ ايران على الساحه العراقيه؟ ونقطه اخرى، يعني اذا كانت امريكا تقوم باعتبار الحرس الثوري الايراني منظمه ارهابيه ولكن بنفس الوقت تعفي العراق من اي شيء يضر بالمصلحه الايرانيه، كيف هذا التناقض في التصريحات؟ يعني هذا تناقض يؤكد ما ذهبنا اليه، ان الاداره الامريكيه غير جاده حقيقيا في اقتلاع المشروع الايراني في العراق لانهم متوافقين عليه، بالعكس هم يحققون مصالح مشتركه وبوابه غزل وبوابه علاقات وسيناريوهات خلفيه، لان الميليشيات الايرانيه تتجول في العراق بكل حريه، هنالك اسماء مطلوبه للارهاب الدولي، ابو مهدي المهندس مثلا، حكومه الكويت اصدرت عليه حكم الاعدام غيابيا، ولم تطالب حكومه الكويت به
ولا تسأل عنه، لكنه معروف إرهاب دولي، وفجر السفارة الأمريكية في 83 وحاول اغتيال الأمير الكويتي جابر الأحمد في 85، وهناك أعمال موثقة ومعروفة، إضافة لأنه الآن هو يعتبر نائب قاسم سليماني في العراق. يعني هذا الكلام عن منه مثلا هادي العامري، هو ارتبط عميد في الحرس الثوري الايراني، وهذه المسائل المعروفه نعرفها من ايام المعارضه العراقيه. لذلك اي كلام عن ضربه امريكيه لايران في الثراء اعتقد هذا نوع من المبالغه، لان امريكا تناور لو كانت جاده تحقق الهدف خلال اسبوع وليس اكثر. الاستاذ داوود البصري الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اوسلو، شكرا جزيلا لك.